نحن اليوم هنا لنسلم معدات كنا قد وفرناها لمواجهة فيروس كورونا وقت الجائحة. هذه المعدات وفرها برنامج الأمم المتحدة للتنمية لجمعية الهلال الأحمر، لكننا نرى الآن أن هناك احتياجا لها بمكان آخر. لذا سرعان ما صرحنا باستخدام هذه المعدات لخدمة العابرين من حدود السودان، بالإضافة إلى توفير 200,000 يورو كمساعدات إنسانية سريعة لتوفير ما يحتاجه النازحون من مياه وعناية طبية ووسائل نقل كدعم للهلال الأحمر ولمن يعبرون الحدود. منذ اندلاع الأحداث في السودان، الهلال الأحمر المصري متواجد بالمراكز الإنسانية والإغاثية والطبية على الحدود معبر أرقين ومعبر قسطل، خلال فريق عمل وموظفين ومتطوعين موجودين لتقديم الخدمات الإنسانية على مدار 24 ساعة لجميع العابرين سواء مصريين أو غير مصريين. الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال وزارة الضمان الاجتماعي هو شريك أساسي في مساعدة الهلال في تقديم خدماته الإنسانية من خلال مجموعة من المستلزمات والمستهلكات الطبية، بالإضافة إلى حقائب النظافة الشخصية والشرائط الخاصة بتحاليل كورونا. كل دوت بيقدم من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري على الحدود لجميع العابرين والزائرين، بيساعد طبعا الناس من خلال الرحلة من السودان إلى معبر، رحلة طويلة بيحتاجوا فيها المجموعة من الخدمات، فده بيعتبر جزء أساسي من الخدمات اللي بيقدمها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع شركائه الدوليين، وبيعزز طبعا وجودنا في هذا التوقيت.